السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه عمل حواف او اين تجد خيار حواف الحوامش في وورد، الديزاين اللي تشكل تسوي اشكال في الحواف، كيف تعدل على هذا الحواف، كيف تضيف حواف، كل الشرح بالتفصيل في هذا الفيديو. نروح للشرح. اول شيء نفس ما تشوفون هذا هو انشاء ملف وورد، اوكي، صفحه وورد، هذا هو صفحه وورد. اوكي، الحين تريد تضيف حواف، يعني الشكل على الحوامش، كيف تضيف، اين خيار هذا الخيار في الوورد؟ الطريقه جدا سهل، ابحث عن خيار بيج لايوت، اوكي، ليوت، ما اعرف كيف انطق هذا الكلمه بالضبط، ابحث عن هذا الخيار. إذا مش موجود هذا الخيار، ابحث عن ديزاين في هذا القسم الأفقي، أوكي، ابحث عن ديزاين أو هذا الخيار. بعد ما تختار ديزاين أو هذا الخيار، الحين روح لخيار، ابحث عن خيار بيج بوردرز، هذا الخيار بيج بوردرز، اضغط عليها. هني راح بتحصل ثلاث خيارات، الخيار اللي يهمنا هو الخيار اللي في الوسط اللي هو بيج بوردرز. هني عندك راح بشرح لكم بالتفصيل هذا الاعدادات الخاص بالحواف. اوكي، عندك هنا اول قسم، هذا القسم كل ما عليك انك تختار الديزاين اللي يناسبك، اوكي، مثلا هذا الديزاين نفس ما تشوفون راح تظهر هنا. اوكي، عندك هنا تختار مثلا اللون، لون الديزاين، مثلا تبي اي لون يكون اخضر او هذا اللون، مثلا بختار اخضر. اوكي، بعد ما تختار الاخضر راح يكون باللون الاخضر. هني عندك مش مهم هذا المكان، هني تروح للخيار هذا ارت، هني هذا كلر وهذا ارت، اضغط عليها. هني راح عندك حواف او حوامش اشكال احترافيه، مثلا مثل القلب، مثل الساعه، مثل الحلاوه، مثل الحيوانات والورود، واشكال ديزاين احترافيه، تختار اي واحد يناسبك، مثل الاشجار وكل شيء يا شباب. اوكي، مثلا بختار اي شكل من هني، مثلا بختار نجوم، مثلا راح اختار نجوم. اوكي، تقدر تختار اللون الخاص هني، ما اللون ما تقدر تغيره. اوكي، مثلا اللون ما تقدر تغيره. اوكي، هذا هو الشرح هذا. الحين تقدر يعني مثلا تضيف بس جانب واحد حواف، يعني مثلا هذا الجانب ما تباها راح تلغيها، بس الفوق فيها شكل او فيها حواف، او تريد مثلا تخلي اليمين ويسار الصفحه يكون في ديزاين بدون السطح او بدون القاع الاسفل، بدون بس الجوانب الايمن والايسر، او تضيف الجانب الايمن والايسر، كل الاتجاهات راح تضيف الحواف. اوكي، عندك هني هذا الخيار انك تريد مثلا تظهر لجميع الصفحات هذا الحواف. اذا تريد تظهر هذا الحواف لجميع الصفحة تختار آل، هذا الخيار، الخيار الاخير. اما اذا تريد صفحة محددة، صفحة الاول، تضغط على هذا الخيار First Big Only. اوكي، مثلا بريست الصفحه الاول راح تظهر هذا الحواف، اما باقي الصفحات ما تظهر هذا الحواف. اوكي، عندك هنا اوبشنز تقدر تضبط الحجم الحواف، تصغر تكبر انت حسب رغبتك، هنا هذا الخيار. اوكي، بعد ما تضبط تضغط على اوكي راح يحفظ الخيار. الحين اضغط على اوكي راح تظهر الحواف بشكل احترافي بوم خرافي. الحين مثلا تريد تغير الحواف، نفس الخيار بيج بوردر. اوكي، مثلا تختار الشكل من هني، يعني هذا الشكل تقدر تغيره، او تختار حواف من هني، مثلا شكل هذا الحواف، مثلا تضغط على اوكي نفس ما شوف تم تغيير، تختار الحافة اللي تعجبك، مثلا ما عجبك الحواف هذا تقدر تختار مثلا من هني قلوب، اضغط على اوكي راح تظهر قلوب. هذا هو حواف، شرح بالتفصيل لإنشاء حواف في وورد. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة، وإذا تريد دروس قادمة لوورد اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعطيني تعليق حتى اشرح لكم فيديوهات مقبلة عن شروحات وورد. إذا عجبك المقطع
اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.